يا رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، أيها الإخوة، في يوم الاثنين عادة نعيش مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما مع سيرته وإما مع كلماته وحديثه صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني قبل ساعات أحد الإخوة الكرام أرسل لي كلاما لأحد علماء وكتاب السيرة النبوية، الشيخ يسمى علي الصلابي على ما أظن، ذكر أن هناك فرقا بين المسلم المتشدد وبين المسلم الحقيقي، لأنه ما في شيء اسمه إسلام متشدد وإسلام، الإسلام واحد، الإسلام واحد لا يتغير، الذي جاء به سيدنا محمد واحد، قال إنما بعثت بالحنيفية السمحة، قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة. فسيدنا محمد العلامة الفارقة والمميزة لشريعته أنها شريعة سهلة، وأنها شريعة وأننا أمة وسطة، تمام؟ قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين في كل شيء، إن في العبادات، إن حتى بالعقائد، بالمشاعر. قال لك بدك تحب واحد، حبه باعتدال، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك هونا ما، يعني اترك للصلح مطرح، دائما اعتدال بمشاعرك، طلب الاعتدال بالعبادات. سيدنا محمد مرة صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، ذكرت هذا أكثر من مرة، فرأى حبلا مربوطا بين ساريتين، بين عمودين، شاف حبلة مربوطة بالجامع في مسجده العظيم، في المسجد النبوي، فقال ما هذا، شو هذا الحبل؟ قالوا يا رسول الله هذا حبل لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، تتكئ به في قيام الليل، يعني بتصلي قيام الليل، ولما بتتعب هي عم تصلي بتمسك بالحبلة. فقال صلى الله عليه وسلم حلوها، فكوا الحبل، وليصلي أحدكم نشاطه، يصلي بيقدر عليه، فإذا نعس فليرقد، إذا نعس ينام. الإسلام ما طلب منك أن تكلف نفسك فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى بالعبادات. فاتقوا الله، قال تعالى ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم المنبت، شو هذا المنبت؟ مين بيعرف المنبت؟ اللي بيركب على الخيل وبيضرب الخيل ضرب شديد، ليش؟ مشان تسرع أكثر. ليش هو بدت؟ لماذا يريدها أن تسرع أكثر؟ شو الغاية؟ حتى تصل بسرعة، بدل أن يصل بساعة يصل بنصف ساعة. فقال صلى الله عليه وسلم المنبت لا أرضا قطع، ما بيوصل، ولا ظهرا أبقى، بيموت الخيل ولا بيوصل، هو السبب الشدة هي مشان يوصل، ما بيوصل وتموت الخيل. وهكذا المتشدد بالدين بينفر الناس من الدين وما بيحقق ثمار الدين في نفسه، كل شيء حرام حتى يثبت عنده العكس، مع أنه كل شيء حلال حتى يثبت العكس. يعني كل شيء، لو يعني عندنا قاعدة من أصول الفقه تقول الأصل في الأشياء شو؟ الإباحة، يعني حلال كل شيء. لو سألناك الخشب هذا حلال، الموبايل هذا شو الأصل، أي شيء تسأل عنه تقول الأصل أصله حلال، ما لم يرد نص بالتحريم. يعني كل شيء الله خلق، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ما يعني كل شيء بهذا الكون حلال الأصل، إذا ورد نص بتقييده صار حراما. بعض الناس كل شيء عنده حرام حتى يثبت العكس، تمام؟ فإذا التشدد مرفوض. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال من
قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات عاد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي المتنطعون، مين هذول المتنطعون؟ قال المتنطعون هم المغالون المجاوزون حدود الله، بيزود زيادة. فالناس لك أخي أنا هذا الدين ما بدي إياه، هذا الدين الذي أنزل على سيدنا محمد، إذا كان سيدنا محمد اللهم صل عليه يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، يعني العلامة الفارقة لها الشريعة أنها سهلة. قال لك إذا أنت بتصلي وتعبت رجليك بيوجعوك صلي أنت جالس، تعبت أنت جالس صلي أنت راقد. شو الأخلاق؟ شو التعاليم؟ شو الدين؟ الدين جاء منسجما مع فطرة. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله. إذن ينبغي علينا أن نميز أن هناك مسلما حقيقيا حقيقي، وأن هناك مسلما متشددا فهم من الإسلام قشوره وأخذ القشور ونسي المقاصد. بدي أسألكم سؤال، قبل 1400 سنة في مجتمع، دائما أي حكم شرعي إخواني أنتم فكروا متى نزل وما هي البيئة التي نزلت فيها والمجتمع اللي نزل فيه. المجتمع كان قبل 1400 سنة كيف ينظف أسنانه؟ كان في بلندكس أنت بليك ولا سانسودايم نساوي دعاية هلا مع جون أسنان ولا فرشاية على بلوتوث ولا ما في، كان ماسينها سواق صلى الله بارك، صح؟ طيب شو الفكرة من السواك؟ شو الغاية من السواك؟ تنظف أسنانك تكون ريحتك طيبة، واحد يوقف صلاة وريحته مو طيبة أو أسنانه فيها، حتى لا يؤذي الناس وحتى صحته. الله عز وجل أعطاك أسنان تعيش معك 99 سنة بشرط أنك تحافظ عليها. طيب لو نظفت أسنانك بفرشاية أسنان يا سيدي تشتغل على الطاقة الذرية وفرشيت أسنانك بسواك، شو المشكلة؟ هل أنا إذا فرشيت أسناني بفرشاية أسنان متطورة خالفت السنة؟ بعض الناس هكذا عقله، لا، سواك قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، صدق الرسول الله، صح مظبوط. النبي عم يحكي فرش أسنانك نظف، هذا المعنى الحديث، نظفت أسنانك فرشات أسنان نظفته بسواك. شفت واحد واقف بالصلاة وحامل حاطط فرشات أسنان بجيبته ماشي، في ناس حط السواك بجيبته شو المنظر هذا؟ بدك أنت تعطي صورة جميلة عن دين الله؟ أنا لا أسخر من دين الله، في ناس عندهم فهم خاطئ. ديننا دين مقاصد، يعني فكروا بالمقصد الشرعي. المقصد الشرعي نظافة تحققت، إن كان بالسواك وهو سنة وفعلا هو له آثار طيبة وشيء جميل وكذا وممكن يتحقق بأي شيء، ما دام تحقق مقصد النظافة ما في داعي بعد ذلك إن كان فرشاة أسنان ولا كان بالسواك، إذا كان المقصد تنظيف الأسنان. طيب إذن الفرق بين المسلم الحقيقي والمسلم المتشدد هو عدم فهم مقاصد الشريعة. أحد الخلفاء العثمانيين لما عرضوا عليه مسألة الطباعة، طبعا معلومكم أن الطباعة الحملة الفرنسية هن اللي أدخلوا موضوع الطباعة وما طباعة 1800 وكذا تقريبا، اللهم صل على سيدنا محمد. فقالوا لا، كيف نعطل آلة العلم؟ العلم كيف؟ الله قال نون والقلم، يعني أداة العلم هي الكتاب القلم، نترك أداة العلم اللي الله ذكره ونتبع البدع. وكم تأخرت حركة الطباعة سنوات كثيرة بسبب هذا الفهم. المثال أنا بضربه يعني أكثر من مرة، قبل 1400 سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقرأ في سيرته وفي شمائله يقول أهل السير كان صلى الله عليه وسلم عندما يخطب الناس كأنه منذر جيش. شو كأنه؟ مين خدم عسكرية؟
بالجيش استريح استعد، يعني هي اسمها أوداج. شو اسمها؟ أوداج، تنتفخ، صوت عالي جدا، كأنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس كأنه منذر جيش حتى تنتفخ أوداجه، صوت عالي بده يسمع له، قاعدين له 1000 واحد بده يسمعه. طيب هلأ زماننا في يسموه نظام صوت الميكروفون، عم بحكي التنهيدة عم تطلع، في داعي إنه واحد يصرخ على العالم؟ إلا إذا كان انفعال مو تمثيلي، يعني مو عم يمثل، في واحد من أول خطبة لآخر عم يصرخ على العالم بزق، أخي شو في خير إن شاء الله، أهدي الناس عم تسمع هذا خطيب ناجح. لا، ينبغي أن يكون رفع الصوت بمكان يرفع فيه الصوت، وأن يخفض الصوت في مكان يخفض فيه الصوت، وبانفعال عفوي مو تمثيل. عرفتوا كيف؟ يعني في واحد بيمثل، لا، خلي الطبيعي، الناس تتأثر أكثر بالأمور الصادقة. فإذا تحقق المقصد، شو المقصد؟ إنه الناس تسمع، في داعي الصراخ؟ في داعي للصراخ؟ ما في داعي. إذن سبب وجود مسلم حقيقي، مسلم متشدد، هو عدم فهم مقاصد الشريعة. فذكر بعض الفروق الصغيرة بين المسلم الحقيقي الذي يعبر عن مقاصد الشريعة، وبين المسلم الذي فهم القشور والنصوص وتمسك بالنص دون مقصد النص، دون روح النص. فقال: المسلم الحقيقي مشغول بإيمانه، مشغول بنفسه، دائما يحاسب نفسه، كما قال سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إذا كان سيدنا عمر، وما أدراك ما عمر، يقول: لو نادى مناد يوم القيامة: أيها الناس ادخلوا الجنة إلا رجلا واحدا ظننت أنني ذلك الرجل. فواحد وابكي على خطيئتك، واحد فكر بحاله، شوف أنا ناجي ولا مناجي، شو بدي بالعالم أنا؟ لا، المتشدد بيفكر بإيمان غيره. لا، أنت لحيتك طويلة ولا مو طويلة؟ قلابيتك قصيرة ولا مو قصيرة؟ أخي شو بدك بقلابيته؟ شو بدك لحيته للزلمة؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل، إذا افترضنا أنه هذا ضلال، يعني إذا اهتديته. يعني الإنسان فقط هو طبيب، إذا اعتقد في نفسه أنه أهل للنصيحة واستوفى وقرأ عند العلماء آداب النصيحة، وأراد أن ينصح حبا وكرامة وقرة عين دون تكبر ودون منفخة ودون كذا، وقصد بهذا، تنصح شيء جميل. مثال لكن إنه دائما فلان بالجنة وفلان بالنار، أخي شو عرفك إنه فلان بالجنة وفلان؟ من أنبأك هذا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا محمد، وبمعركة فيها سيدنا محمد اللهم صل عليه استشهد أو قتل واحد، فأمه شو قالت؟ هنيئا له الجنة. شو قالت أمه؟ هنيئا له الجنة. فالنبي غضب وقال: من هذه المتألية على الله؟ مين هي عم تتألى على الله؟ لقد رأيته في النار ببردة غلها، أنا شفته بالنار بعباية سرقة من الغنائم. هذا مع النبي، يعني صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنت ما دخلك فلان بالجنة فلان بالنار، أنت المهم أنجو سعد فقد هلك سعيد. أنت فتش عن أمورك، كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد على حالة. قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. شوفوا الآية في سورة الأنعام: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله عز وجل بده يسألنا عن أنفسنا ما دخلنا. المسلم الحقيقي، إذا أول فرق شو هو؟ المسلم الحقيقي منشغل بنفسه، والمسلم المتشدد منشغل بإيمان غيره. فلان ناجي، فلان مو ناجي، فلان موحد، فلان مو موحد، فلان مبتدع، فلان شغل أوصاف. في كتاب اسمه لسان العرب لابن منظور، طويل كثير هذا اللسان، كتاب هيك شغلتهم التكفيريين والظلاميين والمتشددين، عندهم مفردات ما أنزل الله بها من سلطان. الدين سهل، ما بده هالقصة كلها. وإنه يسير على من يسره الله عليه. إذن أول فرق شو هو يا أخي ناجي؟ المسلم الحقيقي منشغل بنفسه وبإيمانه وبإصلاح شأنه، والمسلم المتشدد منشغل بإيمان
غيره، دائما عينه على غيره، يراقب الناس، هذا شو كذا، هذا حط ايده هون الصلاة، هذا حط هون، هذا صلى، هذا ما صلى، لا هذا شو بدك بالعالم. في حديث ولو كان سنده ضعيفا لكن معناه صحيح، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعض العلماء يرى أنه هذا الحديث ربع الدين، الإمام أبو داود السجستاني يرى أنه هذا من الحديث التي عليها مدار الدين، بعضهم ضعف الحديث. المهم أنه من حسن إسلامك أنك ما تدخل بغيرك، ولما تجلس مع بعض الأحبة يقول لك أخي والله أنا سافرت إلى أوروبا وإلى الغرب وإلى أمريكا وكذا، أخي عندهم شغلة ما حدا بيتدخل بحدا، عم تصلي بالشارع، ما حدا، ما دام أنت ملتزم بالقانون يحترمون خصوصيتك، ما حدا له علاقة بأحد. طيب هل معنى كلامي أن نترك النصيحة والأمر بالمعروف؟ لا، لكن من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، بيكون بأدب. بدك تنصح ما بدك تفضح، من نصح أخاه سرا فقد نصحه كما قال الشافعي وزانه، ومن نصح أخاه علانية فقد فضحه وشانه. واحد عم يصلي جنبك وبنطرونه نازل لتحت الترتيبات مبينة، بعد الصلاة بتقول له من شروط صحة الصلاة أنا هيك سمعت، هيك تعلمنا، جزء أنا غلطان، ستر العورة، فانتبه يمكن بنطرونك قدام على، ارفع بنطرونك الترتيبات مبينة، كسر خاطره قدام العالم كلها. في أدب، في أدب. سيدنا رسول الله وهو رسول الله كان ينزل عليه جبريل عليه السلام يقول له فلان منافق وفلان منافق، كان يقول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، النبي خايف منهم يعني؟ لا حاشا، لكن يعلمنا أدب النصيحة، بدك يكون عندك أدب. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إذن أول فرق، المسلم الحقيقي منشغل بنفسه، والمسلم المتشدد مشغول بغيره ويتبع زلات غيره. طيب ثاني فرق بين هذا وذاك، المسلم الحق يسعى لإدخال نفسه وغيره في الجنة. انتبهوا هذا الكلام، هذا الفرق كثير مهم. بدي أسألك سؤال، شو اسمك أخي؟ أحمد. اللهم صل على سيدنا أحمد. هلا لو قالوا لك العالم كله دخل الجنة، الله بده يدخل الجنة، بتزعل؟ بتزعل؟ احكي جاوبني. بفرح، أنا بالنسبة لي بفرح كثير، أخونا أحمد بفرح، كلكم تفرحوا لو دخل الله عز وجل كل العالم الجنة، بنزعل شيء؟ ما بنزعل. الجنة ليست حكرا لي وليست لك، الجنة ورحمة الله بيده سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض. الله قال يبسط الرزق لمن يشاء، هو سبحانه وتعالى، ويقدر، إنه بعباده خبير بصير. الله عز وجل بيعرف، أما هي بيعطي الحلاوة المال أسنان، وبيعطي الحلال المال أودان، وما هذا كله كلمات لا تليق ولا تجوز، إن قيلت جهلا لا نكفر أحدا نستغفر الله، لكن الناس بتحكيها جهل. الله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار. شو نهاية الآية سورة الرعد؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المسلم الحق يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة. والله هذا دائما شوف أخو قصر بالصلاة الله يرضى عليك، الصلاة مشان ندخل الجنة إن شاء الله، نحافظ على صلاة الفجر. الحرام واحد إذا نظر نظرة سهم مسموم من سهم إبليس، شو رأيك خلينا نحضر مجلس علم؟ النبي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم وفي رواية حلق الذكر. نتعال نحضر مجلس علم مشان ندخل الجنة. أنا بحب الجنة إلك. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعض، سورة الزخرف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا مين؟ إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا بآياتنا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. يعني الأخلاء بالدنيا اللي اجتمعوا على دنيا، أما الأتقياء اللي اجتمعوا على مسجد على ذكر. الله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. شو معنى تستعين بالصلاة؟ بتسأل أخوك اليوم صليت الفجر جماعة ولا راحت عليك الصلاة؟ شوف هالسؤال. هلا بيسألوا اشتريت أسهم ولا ما اشتريت أسهم؟ راح تشتري شقة ولا راح تلحق إكسبو من الترتيبات؟ شوف نزل الجالكسي S8 ولا هذا حديث ما؟
في حدا بيحكي حديث هيك صلاة الفجر صليت جماعة ولا ما صليت جماعة؟ ما بنحكي عن صلاة بده يصلي الفجر، نحن عم نحكي جماعة. هاي المعاني العالية التي قال الله عنها يوم القيامة إلا المتقين، فتحب أن تكون من المتقين؟ هاي الخلة الحقيقية. أما لنكن صراحة، أغلب حديث الناس شو؟ دنيا، صح ولا لا؟ فلان جوز فلان وفلان ما أدري مين وفلان نزل فلان وحديث فلان يعني. طيب أنا لا أنكر حديث الدنيا، لكن ينبغي علينا أيضا أن نقدر الآخرة قدرها وأن نقدر الدنيا قدرها. فالمسلم الحق هو الذي يسعى بفرح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال شراح السنة، قالوا هون معنى أخيه ليس فقط معنى أخوه المسلم، قال أخيه. النبي ما قال لأخيه المسلم، والعام يبقى على إطلاقه ما لم ترد قرينة تصرفه إلى غيره. أنت بدك تتمنى الخير لغيرك، حب الخير للغير. ودي أسألكم مثال، أنا دائما مرة أخونا ذكرنا كان حاضر، أخونا أحمد، في عندنا أحمدان. طيب إذا في واحد ثالث يرفع يده، هاي ثلاثة ما شاء الله، صار ثالوثا أحمد، الله يتقبل منكم جميعا. حافظين سورة ياسين أنتوا صح؟ سورة ياسين حافظينها. الله حكى عن واحد سورة ياسين دعا قومه ودعاهم كذا، شو عملوا فيه؟ قتلوه. فالله شو قال؟ قيل ادخل الجنة. الله دخلوا الجنة، شو ساووا فيه؟ إن قتلوه وعذبوه، فالله ادخل الجنة. فماذا قال هذا الرجل في برزخه؟ قال يا نغص لأهل، نغص لمين؟ اشتهى مين؟ اللي عذبوه، اللي قتلوه. شوفوا حب الخير للغير، شوفوا إخواني، شوفوا هذا المسلم الحقيقي. حتى بعد أن قتل وبعد أن مات والله دخلوا الجنة، اشتهى، اتنغص، قال هذا المسلم. شفتوا الدليل؟ المسلم الحق والذي يسعى لأن يدخل الجنة هو وغيره. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. والله لما ذكرنا بسورة آل عمران عن الشهداء، قالوا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني بتنغصوا بيتمنوا. في رواية الإمام أبو داود، إن لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في جوف طير ترد على أنهار الجنة، تقول من يبلغ عنا إخواننا؟ فنزل قوله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فالمؤمن يحب الخير لنفسه ولغيره ويتمنى أن يدخل الجميع الجنة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هل واحد يقول لك كمل الآية؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول إلى آخر الآيات. صحيح، لكن رحمة الله وسعت كل شيء. أنت بدك تضيق واسع؟ أنت كن أنت عنوانا للخير. بالعكس، سيدنا رسول الله، شوفوا أخلاق المحمديين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ما ينام الليل، بده قريش تسلم، بده قومه تسلم. فالله قال له لعلك باخع، سورة ياسين عفوا الكهف، لعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع يعني قاتل، بدك تقتل حالك أنت؟ لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقال له في سورة فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات على مهلك إن الله عليم بما يصنعون. شوفوا سيدنا محمد كان يعني كم كان حريصا. هذا المسلم الحق، أن المسلم الحق يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة. إذن الفرق الأول، المسلم الحق شو بيساوي؟ أول واحدة أخذناها شو؟ منشغل بنفسه ولا يراقب غيره وليس مشغولا بإيمان غيره. ليش مستحيل أقوله؟ ثاني واحدة، يسعى لإدخال نفسه الجنة ولإدخال غيره. في واحد عينه ضيقة بده الناس كلها تدخل النار، هو لعاله ما شاء الله بيدخل الجنة، بسكر الباب وراء مثل ما واحد شاء الله. إذا كان الله يقول وما أدري، شوفوا الآية سورة الأحقاف، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. سيدنا أبو بكر قال لو وضعت قدما في الجنة والثانية برا ما أمنت مكر الله. مين ها؟
الصديق الصديق الشفيق الرفيق سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه، الله يرضى عنه، الذي بشر بالجنة وذكر في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه وأثبت الله له الصحبة: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. معية الله نزلت عليه، ومع ذلك بيقول لك: أخي ما بعرف أنا، والله ما بقى. شو عرفني إذا ما دخلت الاثنين بالجنة؟ ما أمنوا مكر الله. تمام. إذن أول شيء، المسلم الحق مشغول بإيمانه، أما المتشدد فإنه مشغول بإيمان غيره. ثانيا، المسلم الحق يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة، أما المتشدد يسعى، هذا الفرق الثاني، المتشدد يسعى لإثبات أن غيره سيدخل النار. حياته بس فلان بالنار، فلان ناجي وفلان مو ناجي. لك يا أخي شو بدك بالعالم أنت؟ أنا مرة واحد سألني على اليمين، قلت له: أخي شو عرفني أنا؟ نيوتن بالجنة ولا بالنار؟ أخي أنت تركت الدنيا كلام نيوتن؟ قال لي: نيوتن بالجنة ولا أينشتاين بالجنة ولا بالنار؟ قلت له: بسيطة. الله قال: يومئذ يصدر الناس. الله شو قال؟ يومئذ يصدر الناس. يوم القيامة الكل بده يطلع، الملاحدة والمؤمنين والفجار والأتقياء والأنقياء. طيب خير، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. ليش؟ ليش؟ ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت شو بدك بالجنة وبالنار؟ ممكن إمام جامع أول واحد بيدخل النار، وسيدنا رسول الله أخبرنا عن بغي من بني إسرائيل سقط كلبا دخلت الجنة، وأخبرنا عن امرأة كانت تقوم الليل وتصوم النهار كانت تؤذي جيرانها بلسان قال هي في النار، وفي وحدة كانت حبست هرة دخلت النار. طيب، فأنت الله اسمه العادل العدل، ممكن يدخل فلان الجنة ممكن يطالع من النار من يشاء، هاي شغلة مو شغلتك، لا تتدخل بشغل الله. تمام. إذن الفرق الأول، المسلم الحق مشغول بإيمانه، أما المتشدد مشغول بإيمان غيره. المسلم الفرق الثاني، المسلم الحق يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة، أما المتشدد يسعى بإثبات أن غيره سيدخل النار، يعني بيفرح من قلبه فلان بالنار. ثالثا، المسلم الحق يبحث للآخرين عن الأعذار ليغفر لهم الأخطاء والزلات. يا سلام. قال سيدنا علي رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله: أكرم الناس مين؟ اللي بيساوي غدايات وعشايات من هون لهنيك وما أدري مين ويتمنفخوا وانستغرام وصوروني ولا لا. قال: أكرم الناس أعذرهم للناس. ليش فلان يعني ليش ما سلم عليه؟ أخي كان مشغول بالموبايل، حاطت سماعة بلوتوث أنت مانك شايفها وعم يحكي مع حدا وما انتبه عليه. لا لا، هو أصلاً لك يا أخي حكى الكلمة، ليش حكى الكلمة؟ أكيد وراها إنا، ما قصد فيها شيء، حملها على محمل حسن. لا لا، في وراها شيء. هذه في ناس دائماً يفترض الأسوأ. لا، المؤمن الحقيقي قال تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال بعض السلف: التمس لأخيك 70 عذرا. طيب إذا ما لقيت العذر، قال: التمس لهذا العذر أكثر من 70 عذر. لعله 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 ممكن. فالإنسان الكريم دائما هيك عنده سماحة نفس، لا تجد عنده يتربص. في بعض الناس عنده والعياذ بالله يتربص بالناس، يتمنى بيفرح من قلبه أن فلان أخطأ، فلان وقع في معصية بيفرح. المسلم لا، بالعكس، إذا رأى خطأ يغفره ويستره، يغفره ويستره، ما بيحكي، يسكت. أما المتشدد فهو يفتش عن أخطاء الآخرين وهفواتهم لفضحها ونشرها ولإظهار علمه وصلاحه وورعه المزعوم المكذوب. مؤمن لا أبدا. يعني ماذا أحدثكم عن السلف الصالح، كيف كانوا يعني يلتمسون الأعذار، كيف كان الواحد منهم حتى لو وقع في معصية ينظر له أنه هذا أصابته غفلة الصالحين. في إنسان منا ما بيغلط؟ ما في إنسان ما يخطئ. ما من ذا الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسنى فقط؟ سيدنا محمد، ما في حدا، كلنا خطاء. قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء
وخير الخطائين التوابون، فمن غفر غفر له ومن عفى عفي عنه. وجاء في الأثر من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة، وجاء في الأثر من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة. بمعنى إنسان جاي عم يعتذر منك، جاء معتذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار كما قال أهل الأدب، بدك تعتذر. إنسان اعتذر منك سامحه، لا لا أنا ما بسامحه، هذا كريم هذا لئيم. هذه عزة الإسلام، عزة الإسلام. ما زاد الحديث الصحيح ما زاد الله عبدا عزا إلا بعفو، يلي بيعفي الله بعزه، يلي بيعفو الله بعزه. أما العكس لا، اللئيم لا، عزة اللئيم ولا بيضحك وسنانه بيعتبره عورة. خير إن شاء الله. هذا التشدد دائما بيكره الناس بالدين. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هلا بحكي لكم شو سبب هذا الحديث، إن منكم منفرين. يا لطيف، خير إن شاء الله. شو سبب هذا الحديث؟ واحد صحابي صلى، الصحابي صلاة الفجر إمام، شو ساوى؟ أخونا بدأ بصلاة سورة البقرة، فواحد من الصحابة تعبت رجلي، سورة البقرة يعني إذا بدي أراها بقراءتهم هن مو أقل من ساعة قولا واحدا، فراح شكا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله طول وكذا وأنا تركت الصلاة. فالنبي غضب وقال: أيها الناس، النبي ما انتبهوا، ما أخبر الصحابي، رغم أنه فلان هو قال فلان، بس ما قال له: يا فلان أنت عمل، لا، لأنه الأصل التوجيه العام وليس التوبيخ الشخصي. قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن وراءه المريضة والضعيفة وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء، ومن أما الناس فليخفف. بدك تصلي لحالك اقرأ القرآن كله، بس بدك تصلي إمام بالناس فكر بغيرك. شوفوا، النبي ما رضي أن يشدد حتى في الصلاة بمنطق. إذن سامحوني اليوم طولت عليكم، نعيد الفروق بين المسلم الحق والمسلم المتشدد. أولا، المسلم الحق مشغول بإيمانه، أما المتشدد فإنه مشغول بإيمان غيره. ثانيا، المسلم الحق يسعى لإدخال نفسه وغيره الجنة، أما المتشدد يسعى لإثبات أن غيره سيدخل النار. ثالثا، المسلم الحق يبحث للآخرين عن الأعذار ليغفر لهم الأخطاء والزلات، أما المتشدد فهو يفتش عن أخطاء الآخرين وهفواتهم لمعاقبتهم والتكلم عليهم. اللهم يا حي ويا قيوم، حقق فينا مراد نبيك صلى الله عليه وسلم وأن نكون من المسلمين الحقيقيين. يا رب اجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر، اجعلنا من الذين يحببون خلقك إليك يا رب العالمين، اجعلنا من الذين يحببون خلقك إليك، اجعلنا من الذين يحببون خلقك إليك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.